وعلى ذكر الخريطة، جريمة الحركة كما تتبعتم وضعت سهوا خريطة المغرب غير كاملة، وهو ما اعتبرناه في بلاء أكيد تبعته، وقعناه اليوم الجمعة بخطأ جسيم ولو سهوا ولو أنه غير متعمد. وستترتب طبعا على هذا الخطأ الجزاءات اللازمة بعد تحديد المسؤوليات. وبكل شجاعة وتحمل المسؤولية قدمنا اعتذارا على خطأ نزل سهوا من أحد العاملين بالجريمة، ولسنا في حاجة إلى التذكير أن موقفنا من القضية الوطنية ورموزها وسيادتها مشهود به، كما عبر بذلك أحد المناظرين. في البحر والحجر قبل البشر، ولا نقبل جملة وتفصيلا أي مزايدة أو استغلال أو الركوب على زلة موظف بسيط لتصريف حقد دفين لمن انتهت لديهم بطارية الأمل لمعانقة حلم انتهى واندثر. ما استوقفنا هنا هو تمادي البعض في الخوض في هذه النازلة، وما اعتبرناه خطأ متعمدا وعونا لأعداء وحدتنا الترابية. وسأنهي الموضوع بالقول: وحدتنا الترابية وخريطة المغرب من طنجة إلى القويرة في قلوبي وعقولي كل المغاربة، ولن أزيلها. لا، أولاً لا يمكن لخطأ تقني، دابا باش نكونوا واضحين، دابا الناس أحيانا ما كينتبهوش، كيشوفوا خريطة ولكن ما كيردولهاش البال. هذا الشيء ماشي تبرير، حنا اعتبرنا ما وقع أنه خطأ جسيم، ولو أن مبدئيا رئيس التحرير هو اللي خصو يخرج يبرر هذا الشيء، ولكن المشكل الكبر من رئيس التحرير باش يخرج يبرره. هذه الوحدة الترابية اللي كانت تقاس، فكان طبيعي أن يكون واحد الشرح، ويكون أيضا الاعتذار أيضا على هذا الخطأ، لأن هذه مسائل يعني لا تقبلوا، يعني ما الهامش ديال الخطأ فيها ما كنبغيوهش. ولكن الجميل في الأمر هو التفاعل ديال الناس. فأنا كنحييكم كرجال ونساء الإعلام على التفاعل مع هذا على هذا الموضوع، اللي يبين على واحد الغيرة عند المغاربة، اللي يبين على أن هناك واحد تشبث بالوحدة الترابية ديال المغاربة، وهذا شيء جميل. وكنتمنى إن شاء الله أن هذا الشيء اللي يوقع أنه غادي يعطينا يكون يعني واحد الوقفة اللي غادي تمكننا نردوا البال كلنا، يعني كصحافة كمجرد مواطنين إلى آخره، نردوا البال لهفوات بهذا الحجم مش ما تكررش. فجميل جدا يعني التفاعل اللي كان معه والتشبث، يمكن كان واحد انتقاد لينا كحركة شعبية أو للجريدة قبلناه، ولكن اللي استوقفنا أكثر ماشي هو الانتقاد، وإنما هذا الروح الوطنية والروح المواطنة ديال المغاربة، واللي كتجمعنا كامل، واللي كتبين بأن كاين واحد الاتفاف ديال مكونات الشعب المغربي على الوحدة الترابية ديالهم، وهذا أجمل ما كان في هذا الحديث. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.